عامل ايه؟ تمام، ايه الاخبار؟ تمام. ايه اللي خلاك تخل بمبادئك يعني وعايز حشيش تمشي بيه في الشارع؟ لا مش هخل يعني، الدنيا نهار. ربنا يستر بقى يا حسن، ما تخوفنيش، انت عارفني يعني. طب ما تطلع. لا مش هينفع، معايا ناس. طب هاتهم وتعالى، ميادة مش فوق يعني، مفيش حد موجود. لا ما احنا متفقين بقى خلاص يعني، ماشي. طب استنى اطلع البس واجي معاك، ولا انتوا مش رايحين دلوقتي؟ احنا مش رايحين دلوقتي. يبقى نوع فكت الحظر بقى. نوع قال في ايه يا ابني، ما تنطق، هو سر؟ لا مش سر، ما فيش حاجه يعني. صديق. صديقه جامده؟ لا مش جامده ولا حاجه، دي بنت ناس محترمه جدا على فكره. يا عم كلنا ولاد ناس بس. يا ابني انت فاهم الموضوع غلط يعني، دي واحده اول مره تشرب حشيش وعايزين اساعدها بس يعني، لانها زي اختي الصغيره كده، فاهم؟ طبعا طبعا. خد خد سعيده، بس خلي بالك لا تتحبس بيها، بس طف جيبها. شكرا على المساعدة. ماشي ماشي. عايز حاجة تاني؟ لا سلام. لو احتجت ممكن ابقى تعالى لي، الشقة فاضية. يلا يا وسخ. يا ابني فين الفنان بتاعكوا يا ابني؟ اهو نزل ايدك، نزل ايدك، خلاص يا راجل، نزل ايدك، خلاص يا راجل، خلاص يا راجل، ايه ما انت اللي جايبه؟ حصل خير؟ طيب حصل فين؟ حصل فين؟ اهدى يا عم، نزل ايدك، خلاص يا راجل، انت اللي جايبه، خلاص نزل ايدك، وسع خدك، وسع ايه؟ انت مين يعني اصلا؟ ايه اللي جابك يا عم؟ خلاص طلع، وسع، نزل ايدك، حصل خير، حصل خير، حصل خير، حصل خير يا عم، حصل خير. شكلكم كده كلكم ولاد ناس ومش حامل بهدله، هتتنازلوا على المحضر ولا اكمل المحضر؟ لا حضرتك مش هتنازل، انا مش هسيب حق. لو سمحت يا باشا، عايز اسال الطبيب بالاصابات اللي عندي وعايز اتصل بالنقابه بتاعتي. هو ايه اللي حصل بس عشان كل ده؟ انا مش فاهم. اهو اتفضل يا باشا، صاحبه ده ولا معرفش مين ده اللي دخل يضرب، خلاص مش عارف الموضوع اصلا. البلطجيه يا باشا. انت يا ابني مش لسه قايل دلوقتي ما تتكلمش معايا؟ ما تحترم نفسك بقى. انا محترم غصب عنك. انتوا هتتخانقوا هنا كمان؟ بقول لك ايه؟ عاوزين نهدي بقى الموضوع ونلمه. يعني قعدة الأقسام دي مقلقة أوي. مفيش حاجة مضمونة هنا يعني. حد يرخم علينا. يفتشنا. يفتشنا ليه؟ وبعدين ما يفتشنا، أي مشكلة يعني؟ لا لا أنا قصدي إن هنا يعني أنت ما تضمنش هيحصل لك إيه. مفيش حد كبير على الاسم يعني يا عمر، في إيه؟ بص بقول لك إيه؟ أنت أصلاً دخلت في الموضوع غصب عنك. فانت اصلا قانونيا ما فيهاش مشكله، لو اتصالحت معاه وروحت انت لوحدك. لا لا هنروح سوا. بقول لك ما فيهاش مشكله. هو ما عندوش مشكله معاك اصلا. فاهم؟ هنروح سوا خلاص. ماشي. الو؟ ايوه نوح. لا ما تقلقيش، مفيش حاجه يا حبيبتي. هو ايه موطي صوتي ليه؟ هبقى احكي لك لما ارجع. لا ما عملتش حاجه، انا مع استاذ عمرو. اسمع كلمي بصراحه وروح. طب اديني شويه بكلمك. يلا اديني شويه بكلمك. مع عينك. بتعمل ايه يا هبه؟ مش لاقيه شاحن بس، فعايزه شاحن. طب هتلاقيه عندك في الفيشه. هاتي التليفون بقى. شكرا.
ايه اللي حصل بالظبط؟ لا مفيش، الاستاذ بيتجسس عليا. ده عشان حوار الثوره بتاع جيلان يعني؟ اه طبعا. بقول لك يا سعاده الامين، انا هتنازل. كمل الاول، لازمتها ايه البهدله دي؟ من ده المحضر. طارق بطاطا، طارق تاكسي، طارق تيخة، تيكوس، طارق عزوز. القرف ده يخرب بيتك. مساء الخير. معقولة يا طارق تتخانق وتروح القسم؟ احنا بتوع الكلام ده برضه؟ ما هو ما كانش ينفع اقول السلام عليكم واعدي والراجل بيتخانق يعني. انا ما قلتش كده. ممكن تحوش، تحاول تهدي، لكن مش تتخانق وتروح القسم. ما انا فعلا كنت بعمل كده، بس الراجل اداني بنيه. اعمل ايه بقى؟ اقول له ربنا يسامحك؟ انا عارفه ان انا مش هخلص معاك. انا عارفه. هو الموضوع خلص على فكره. الحمد لله الموضوع خلص. لكن ما ينفعش كده يا طارق. وبعدين انا مش فاهمه انت ليه ما طمنتنيش عليك؟ يعني اعرف البواب يعني؟ ما هو اكيد العماره كلها عرفت يا حبيبتي. اكلمك وانا مع الناس، اقول لك رايح القسم شويه وراجع. للدرجه دي؟ للدرجه دي عيب قوي ان انت تطمن مراتك عليك؟ مش عيب يا نهى، بس ما كانش في فرصه فعلا. ناس رايحه قسم ودوشه ومحضر وضرب. ما جاش في دماغي. هي دي المشكله. هي دي المشكله. ان انت لما بيبقى في حاجه في دماغك انا ما بجيش في دماغك. معقولة كده يا نهى؟ معقولة يعني؟ الحمد لله على السلامة. حابك يعني تتخانق وتروح القسم اليوم اللي انا مستناه ده؟ والله كان يوم صعب جدا. يعني ما جبتش حاجة اساسا؟ لا جبت، انا وعدتك. بأمانة؟ بأمانة. طب طلعه كده وريني شكله ايه؟ هو ايه؟ هو ايه اللي ايه؟ جبت حاجة ولا بتحجص؟ انت وعدتني للنهاردة. طب بقول لك ايه؟ هتعرفي تنزلي حالا؟ انا ممكن اهرب اساسا. طب انزلي يلا، استنيني عند الناصر في شارع الورا. ماشي، ما تتأخرش.